دعوة التلفزيون معها. الله يسلمك ويعطيكم الصحة، أنتم اللي دعيتوني لهذه الحصة هذه باه نتفهموا شوية الجمهور ونعطيهم بعض معلومات اللي ممكن ناقصين. إن شاء الله حلالي نتشرفوا بك سيد رشيد مخلوفي. في البداية رشيد مخلوفي الشارع الرياضي الجزائري الكريم يتساءل أين هو رشيد مخلوفي؟ هل أنت مقيم في تونس أم أنك مقيم في الجزائر؟ اسمعوا، ولكن لا لا لا، مقيم في تونس قلبي في الجزائر، ونروح لفرنسا قلبي في الجزائر. هذا يعني لازم يفهم الجمهور الجزائري، يفهم باللي قبل كل شيء انا جزائري قبل كل شيء، ومشي من اليوم، عندي 77 سنة وانا جزائري. أكيد أكيد، ولا واحد يشكك في الوطنية تاعك رشيد مخلوفي، لكن لماذا قررت أو بالأحرى اخترت الإقامة في تونس على الجزائر مثلا؟ اولا تعرفوا باللي عقبنا 4 سنين في تونس وقت الثوره، كنا مستقرين في تونس، ونشكر الاخوه التونسيين اللي استقبلونا واعطونا الحوايج باه نقدروا ندربوا نقدروا نلعبوا. هذيك يعني حاجه اللي يظهر لي باللي الحكومه الجزائريه عملت دور تاعها بها، يعني قالت للشعب التونسي والحكومة التونسية باللي بارك الله فيكم راكم ساعدتونا وقت الثورة. وقت الثورة. رشيد مخلوفي شخصية كروية كبيرة كما أنت، عندك خبرة على مدار سنوات في الميادين سواء الوطنية أو حتى الفرنسية، نشوفوك أنك راك خارج تماما المشهد الرياضي الجزائري، ما هي الأسباب؟ أسباب سهلة، قبل من نعطي المشعل للشباب هذا، قبل من نعطيهم المشعل أعطيناهم، خصوصا فريق جبهة التحرير، أعطيناهم كرة في المستوى عالي، وفي في الاختيار تاع اللاعبين اللي كانوا، يعني شفت باللي هذيك الخدمة اللي عملناها بشوية بشوية حتى هتروها كسروها. يعني تتصور بدينا في السبعينات واحنا ندربوا واحنا نعملوا برنامجات ونعملوا الحوايج هذو حتى التسعينات كرمالي يربح كوب دافريك 1990. 1990، ولكن قبل هذاك رحنا لاسبانيا، ربحنا المكسيك، المكسيك، ربحنا لي جو ميديتيرانيان 75، ربحنا الجو دافريكان 78. يعني اعطينا حوايج اللي ممكن كنا نستعملوهم قرن. ولكن في التسعينات كي يبداو لي جوار توانا بداو يكبروا، كيما ماجر كيما بلومي هذا كبروا 30 سنه 33 سنه، طلينا على المخزن اللي تاع لي جون هذاك ما لقينا حتى حاجه. هما شكون هما؟ هما يعني رشيد مخلوف. الناس اللي كانوا يسيروا في الكوره هذا، لا احنا جبنا روحنا خاطرش قلنا ها، يعني عملنا مجهود تاعنا باه ساعدنا الكرة هذه ونظمناها وعطينا نظام حار ونظام صحيح، خصوصا من ناحية اللاعبين ومن ناحية المدربين ومن ناحية النظام. يعني عملنا برنامج تاع 10 سنوات كسره لكمل في التسعينات، ما كسروش ما عملوش.